ديالي شخصي. إخوان للعز المهدي مخير، سي مخير، سي المهدي عز المهدي مخير، صوت دافي. إذا هو سي المهدي مخير في البحر، سي المهدي مخير، هذا صوت دافي. يعني كما كتشوفوا معنا اصغر مقدم كما كتشوفوا هاك خويا 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 ناخذ من عنده شي ها كريم السلام عليكم كي داير بخير مزيان سميتك يحيى يحيى الملكي يحيى الملكي كيف كتجيك العود زوين 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 العود
شحال عندك من عام؟ عنده 5 سنين. 5 سنين. ها؟ تشيل عودك. اي 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 يدخل فيا اي 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 العود اي عليكم السلام ورحمة الله. اخويا هذا يحيى المالكي ابن ديال المقدم المالكي غانم. يحيى اللي ملي كيتجاوز من العمر ديالو 5 سنوات ونصف كبر وسط واحد البيئه عامره بالتبوريده، انه شاك جوغ كيركب فوق العود عامين دابا هو كيركب هنا في مول سمو عبد الله. تابعين مقدم مالكي غانم من جماعة مولاي عبد الله. من جماعة مولاي عبد الله؟ مش أول مع ما تشاركوا؟ لا، مالكي غانم قيدوم تبوريدة في بالنسبة للباردية كاملين هذا كيعرفوه. يعني هو قيدوم ديال كيف تجيب مشاركة موسم مولاي عبد الله العالم؟ مشاركة اللي كتعرف أن موسم مولاي عبد الله هو موسم عالم. أنا جميع أنحاء العالم كيعرفوا موسم مولاي عبد الله، كيعرفوا على الطريقة على التبوريدة الفروسية اللي فيه، كاع الناس كيجيو أنهم هنا يشوفوا التبوريدة ويشوفوا بزاف ديال الحوايج الزوينين اللي كاينين في الموسم. الله يحفظك خويا، الله يبارك فيك. الله يحفظك، كلشي بخير. أنا كما سمعتوا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أصغر يعني دري كيدير التبوريدة. ما كنتعرفش مني كنعس. يحيى 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 خذوا لي الصورة. يحيى شوف هنا شوف هنا. شحال عنده من عام؟ 5 سنين ونص تبارك الله عليه. 5 سنين ونص. امين خويا. مرحبا اخويا. بخير الحمد لله والشكر لله. الله يحفظك. والله الا كلشي مزيان الحمد لله والشكر. الحمد لله. انا البليه ديال الخيل او حب الخيل كنتبعو من طنجه للقويره. انت من الناس الاول واحد جديده بهذا الكونسيبت ديال الخيل ومن الناس اللي كيعشقوه. الحمد لله. ومن صغري وانا كنعشق الخيل. ربما عشق الخيل بدا من هنا من موسم مولاي عبد الله. بحكم كنا كنخيمو وكتشوف الخيل والجماليه ديال الخيل، صافي من تما بدا هذا الحب. شويه ولينا كنركبو والحب والبليه وديك العشق بقى غادي وكيتطور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخير الى يوم القيامه. يعني كنجبدوا السوشيال ميديا كنقولوا الخيل كنقولوا امين. مرحبا. لا 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 شوف واحد العلاقه اللي هي كبيره. لا الحمد لله. دابا شوف انا هاد البارديه ما بقيتش كنشوفهم اصدقاء، هادو خوتي. كتاكل معاهم، كتشرب معاهم، كتنعس معاهم، كتسافر معاهم. يعني ربما كنعرف عليهم بزاف ديال الاسرار كدور بيناتنا. ما بقيتش غير مصور. يعني وليت كنعرف جزئيات ديال الوثاق وكنساهم في الحماس ديال الوثاق، وكنبغي حتى السربات هي تكون في المستوى وتقدم مقاراسات في المستوى باش كنجيو ناشطين. فتحيه. وحنا اليوم كنعيشوا الاحصاء، والاحصاء شو تبارك الله كم كبير ديال الخياله وديال البارديه وخيرات الحمد لله كتعم علينا في هذا المحرك الجميل. وكنشكروا جماعه مولاي عبد الله تقريبا من الصربه اللي كاين. واخويا دابا الاحصاء دابا التوقع كيقول لك 120، ولكن الاحصاء ولا غيعطي. دابا حاليا راه الصوره برك تحصي، يعني باللي نساليو غنمشيو عند المسؤولين وغيعطونا الرقم شحال كاينه من صربه مشاركه في موسم مولاي عبد الله. شكرا. خليكم معنا ما تمشوش. مرحبا اخويا. يعني كما سمعتوا مشاهدينا الكرام.
مشاهدي قناة شوف تي في هذا البث المباشر. حنا كنتواجدوا هنايا في موسم مولاي عبد الله بني مغار. ما بغاش يجي عندك العوام عينك. تكون درتي لنا بحال هكا جا قبيله كونتر جوغ مع الشمس يبان وي ما بانش وجهه شي بحال هكا الشيء ما كيبانش وجهه مع الشمس. بغينا ما كرهناش من هاد الجهه بحال هكا. تعالوا من هنايا ما تشدش حنا اللي راه فيكم بحال هكا. تعالوا هذاك علاش صبرنا قولي واش عمرو طيح. نعم هاكا يحيى هاك يحيى هاك شد كي داير لاباس بخير واش مزيان؟ واش مزيان؟ شحال انت كدير هادشي ديال الخيلين؟ مرزوق ثلاثة سنين. من ثلاثة سنين ياك عمرو طيحك الخيل؟ لا الصراحة قول لي الصراحة لا عمرو طيحك؟ تمشارك تمشارك في الصربة؟ شحال مرة شحال؟ خمسة خمسة المرات؟ هكاك دابا حاليا شاركت هاد العام هاديك التوعيات اللي في الجروب شنو وعدت؟ ها؟ شكون ضربك في هاديك التوعيات؟ شنو؟ اللي في كل فلوك تقراي حكوالي حكوالي الشمس. حكوالي الشمس. فين البلاصة؟ في سيد عابد. سيد عابد؟ كنت نبيه تما. الجمعة دي ولا الغالب؟ شنو شنو هي الحاجة اللي بغيت تقول بغيت تقول لباباك وماما؟ وان خير. خلوك دير هاد الهواية. عندك شي نهار تفرط في الخيل؟ ها؟ عندك شي نهار تفرط في الخيل؟ لا. عمرك تفرط فيه؟ لا. لا بلا قالك بلاتي بلاتي قالك بلاتي يصور. يعني كما كتشوفوا اصغر مقدم ديال الصربه في مولاي عبد الله بني مغار في هذه السنة 2024 كما كتشوفوا أصغر مقدم ديال الصربة كما كتشوف. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. عنده خمس سنوات في العمر ديالو. عنده خمس سنوات في العمر ديالو. دري عنده خمس سنين مقدم ديال الصربة كما كتشوف في هذا البث المباشر. يحيى دير لهم باي باي. نوض اللهم بارك. يحيى يحيى اصغر ديال الصرب اصغر مقدم كما كتشوفوا في هذا البث المباشر عبر قناتكم قناة الشعب قناة شوف تي في مرآة للواقع. اش كاين؟ طالق اللايف.
هاك باه كريم هاك قول بلاص علل ما نعرفش ندوي قول لك كيفاش الموسم ها هي تقول لي الصنوري قول لك الله وليدي للموسم اش غادي نقول لك كل عام كل عام كنجي ليهم كنجي لي كنجي خصيصا باش نتفرج في الخير الخير والله يا وليد تبارك الله على هاد الشباب اللي يلاه عاد راكب زعما شي حاجه كت اصغر مقدم ديال الصربع عنده 5 سنين حادي اصغر مقدم قال لك عنده 5 سنين وفينا كنت انتيا ماشي ماشي قراف بالنسبه لواحد عنده 5 سنين يركب على عود ورا بالعكس راه مزيان لا انا كنت معلم راه تشجيع الفروسيه داك الشيء تشجيع الفروسيه طيح من الخير طيح من عند الخير من الخير 5 مرات ياك معلم معلم ايوا مزيانه وليدي عدو الورد ديال الاجداد ديالو سيد قال لك ما نفرطش في الخير هذاك الشيء اللي كاين ورد زعما في الحقيقه زعما هاد الخيل هادي شي كيفرح القلب باش كيجي جديد ولا شي موسم انا اصلا من الجامع هنا اصلا من بكالة حنايا من بكالة الموسم كاين شنو بغيت تقول لنا دابا كيشوفوك اش نقول لهم نقول لهم مرحبا بكم في دكالة مرحبا بكم في اكبر موسم ديال دكالة اللي ما عمرو شافو يتفضل يجي يشوفو اهلا وسهلا به شكرا العفو كما سمعتم مشاهدينا الكرام موسم ولي عبد الله يعني كيحبوا الناس من داخل الوطن وخارج الوطن كما تشوفوا في البث المباشر فعلا قناتكم قناة الشعب قناة شوف تي في مرآة للواقع السلام عليكم خوتي بعدا مرحبا بكم في موسم ولا عبد الامغار سمية حمزة المنور الصربة من اقليم جديدة سيدي عابد جماعة سيدي عابد وزيد شحمر عدة مرات والحمد لله راه شرفنا الاقليم شحال من مرة زيد تقول انت يعني عاوديني يعني على الصربة ديالنا مش عارف واش شحال من صربة تقريبا تقريبا كاينين عدة صربات 100 والصرف ديال الصربات وحنا الصربة ديالنا مشرفة الاقليم جديدة بزاف كاع والحمد لله مصطفى الدمياني راه كاين مشرفين جديدة سلام الاسم ديالي فهد بوسيف عمري 14 سنة من اقليم من 14 سنة من اقليم الجديدة جماعة سيدي عابد حنا كنجيو هاد المولى عبد الله باش نشرفو وحنا كل عام كنجيو هنايا باش وحنا الخيول ديالنا حتى هي وراه كاينين الخيول في المستوى وكنجيو نقدمو هنا حتى حنا اداء في المستوى باش حتى كاينين الخيول تبارك الله وهذا تفضل كما سمعتم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر حنا كنتواجدوا بالضبط من جماعه مولاي عبد الله بني مغار في هذا الموسم الجميل كما كتشوفوا تبارك الله الخير بالاشكال والانواع في هذا البث المباشر عبر قناتكم قناه الشعب قناه شوف تيفي كما كتشوفوا جميع مشاهدين القناه يعني كيشوفوا هذا البث المباشر كما كتشوفوا تبارك الله تعال راه امين شد شد
السلام عليكم. السلام عبد الله وبركاته خويا. خويا هادشي تبارك الله رائع، ما عندنا ما نقولوا. ارقام اللي غادي نبداو نسمعوا خياليه ابتداء، راه العربون باين من البدايه. كيف ما كتشوفوا رانا غادي تكون فوق واحد 130 صربه ولا 840 صربه. واحد الجو رائع هنايا في مولاي عبد الله. كنبغيو نشكروا الناس اللي سهرات على التنظيم، ما غاديش نذكروا الاسماء، وكنبغيو نشكروا الناس ديال الاعلام اللي هي الناس اللي عاطين اهتمامهم لهذا الشيء باش انه نحافظوا على هذا الموروث، باش نبينوا الصوره ديال بلادنا في احسن صوره دائما تحت الشعار الخالد الله الوطن الملك. وشكرا خويا مهدي، وشكرا لشوف تيفي. السلام عليكم. كما سمعتوا المشاهدين الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، قناه الشعب، قناه صوت لمن لا صوت له، قناه المظلومين، فتح المستور وتبيين الحقيقه في هذا البث المباشر. احنا كنتواجدوا من امام الحاج محمد عبدو الخياله الموسم مولاي عبد الله بن مغار. الحاج محمد عبدو صار يدور